هقول لك هقول لك هو عمل كده. ما انا هشرح لك الموقف جه ازاي. معلش اسمح لي ارد بس. هو طبعا موضوع افغانستان ده موضوع من الحاجات نقطه التحول في حتى في 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 المنطقه كلها كسياسه وكجغرافيا سياسيه وكعقائديه وكل حاجه. ليه بقى؟ ما انا هقول لحضرتك. لا مش موضوع داعش. سنه 79 للاسف امريكا عشان تواجه الاتحاد السوفيتي دعمت المتطرفين في افغانستان واطلقت عليهم كلمه المجاهدون، رغم ان هم عقيدتهم كانت غير صحيحه. هم اللي خلقوا الموجودين في افغانستان. وكانوا احنا في فتره 79 80 الاعلام المصري تحت التأثير السياسة الأمريكية دعم المجاهدين في أفغانستان وعمل حملة للتبرع وحملة إلى آخره. وكان في ناس في أمريكا من المسلمين بيروحوا دي قصة واقعية، أنا ما عملتش الكلام ده من واقع الخيال، لا ده من واقع الحقيقة، إن المسلمين في أفغانستان وفي مصر من كتر ما هي آلة الإعلام اللي أنا بطلق عليها هي يعني آلة ده يعني إحنا بنستخدمها استخدام سيء للغاية. استخدمناها في ثورة 25 يناير استخدام صحيح، عشان بس احنا بنذيع في التلفزيون يعني استخدمت في 25 يناير و 28 يناير وصلتنا للمرحلة اللي احنا فيها. هي قالت الإعلام، قالت الإعلام هي اللي خلت ناس تطلع في أفغانستان أيمن الظواهري ويرجعوا متطرفين، يرجعوا إرهابيين، يرجعوا ما يعرفوش غير القتل. فحاجة بتقول لي وقال ان هو راح افغانستان، لا ده كان بيفتخر ان هو راح افغانستان، يعني كان بيفتخر ان هو راح افغانستان، مش بيقول له كده ان هو خايف، لا ده بيقول له بافتخار واعتزاز ان هو راح افغانستان. بعد كده برضه يا دكتور هو